باش نجاوبك على الشق الاول، الاسباب اللي جعلتك انت تلتحق ما بين 20 فبراير هي انا كنت سابقه عليك شويه في الوقت، كان هذاك المطالب ديالي في تاسيس الحزب كانوا نفس المطالب ديال 20 فبراير. كنت بغيت الاصلاح، كنت بغيت اداره نزيهه، كنت بغيت احترام المواطن، كنت بغيت الحريه الفرديه، بغيت مجتمع اللي تيتشبت بالهويه ديالو وبتمغربيت ديالو، لان انا ما نتنازلش على تمغربي، انا كثر كاع ما نتنازلش على تمراكشيت. ومتشبته ولادي تربيتهم بنفس الطريقه. ترباتي حتى هي شوف حنا كلنا مغاربه، حنا توحشت شويه من راكش هاد الايامات خصني حنا كلنا مغاربه، وكان واحد الجيل ونعادي ما نانيت، كنت عقيل ونجي، كنت طالبه وترأست جمعيه في الجمعيه تاع جامعه محمد الخامس فين درت الدراسه ديالي، كنت رئيسه الجمعيه وبحال المؤتمر الاخير ماشي انا اقترحت رئيسي رئيسه، المنخرطين اللي اقترحوني كيف انتوما اللي اقترحتوني في المؤتمر الاخير. فلذلك انا نعتبر بان اول حراك 20 فبراير 2011 كان هو تاسيس البام في 2008، واللي عقل على الخطابات انذاك اش من العيون اش من ورزازات يا كاس دي حمد هذا الشيء كاين اش 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 من جميع مناطق، كان خطاب ديال الحساب القدام غنتحاسبوا تغربي الغادي يبدا، هذا هو الكلام اللي كان. حنا تنحترموا السلطات ولكن الا احترمات المنتخبين، وكل واحد خصو يقوم بدوره وكل واحد خصو يمارس الاختصاصات ديالو. رئيس جميع جماعه باش تكون عنده قيمه وكلمه مع المواطن ومصداقيه مع المواطن خصو يمارس الاختصاصات ديالو ويتحترم في الاختصاصات ديالو، لان حامل شرعيه حامل كلمه الشعب. دونك 20 فبراير حنا ما فاجئناش، شكون اللي قال اسقاط البام انذاك؟ اللي كان فهم بان البام كان جايب هذا المشروع وكان جايب ليه حلول وكانت عنده الجراه. عرفت شنو هي؟ تقبت مدينه بحال طنجه، تقبت مدينه بحال مراكش، تقبت مدينه بحال طاطا، دير فيها نقولوها دراري صغار وتقول اودي حنا مقتنعين بان هذا الجيل الجديد هو اللي عرف اش طالبين هاد المغاربه اللي هما اغلبيه الشباب. عرفتي شنو هي هاد الجراه باش تجدد النخاب بالطريقه باش درنا هاد الشيء اللي خوف، خوف البعض اللي كانوا هما موالفين واحد الطريقه السياسيه، صافي ضمنوا الامور غيتناوبوا الاحزاب على السلطه والامور غاديه وميسره. جينا حنا كشي عجاجه ولكن عجاجه ايجابيه، عجاجه نقات ماشي عجاجه اللي جلدها تسخ. دابا باش نقول لك واش غتكون عندنا الجراه بعد انا هاد كلمات المفسدين وداكشي خصنا نتفقوا عليها، لان واحد جوج ولينا هذا مفسد هذا ما مفسد، يخرج واحد في المواقع الاجتماعيه يقول لك هذا مفسد ما كاين لا دلائل لا حتى حاجه. شنو هو المفسد بالقراءه ديالي انا زعما كمحاميه؟ هو شي واحد ياك اللي محكوم عليه ولا الا ما كانش محكوم عليه متابع ما تيشي مفسد، غير فقط مشكوك في الذمه الاخلاقيه، لان كاينه الجريمه واذا كان مجرم راه تتشطب عليه بعدا المؤسسات المكلفه والمختصه تتشطب عليه، وإلا كانت الذمه الاخلاقيه ديالو مشكوك فيها بواحد المجموعه تاع الامور تيتحل على لجنه الاخلاقيات تتجمد ليه العضويه، لان لسنا محكمه، حنا ماشي محكمه وما عمرنا نكونوا محكمه. جينا بالفكره تاع ميثاق الاخلاقيات، لان قلنا
التعاقد من أجل الكرامة والأمل. واش عباد الله المغاربة كلهم تيخرجوا تيقول لك نقيوا صفوفكم؟ أنا ما عنديش كيف نقي صفوفي، ولكن تندير واحد التعاقد ما بين القيادة والمناضلين على أساس واحد الوثيقة واضحة لتتحترم القوانين ديالنا، لتتحترم الأخلاق ديالنا، لتتحترم القيم ديالنا، وخصها تفعل. ما إلا درناها وما فعلناهاش تتبقى فقط شعار. كفى من الشعارات، كفى من الشعارات. إن شي وحدين راه نجحوا بهذا الشعار محاربة المفسدين، وفي نهاية المطاف شي محاربة ما كانش. فلذلك ما يحملوناش لا المغاربة لا الخصم السياسي شي حاجة اللي ماشي من اختصاصنا. واش حنا بوليس؟ واش حنا أمن؟ شنو ممكن لينا نعرف واش هذا تيبيع المخدرات ولا؟ حنا حزب مفتوح للجميع. اللي بان بان الذمه الاخلاقيه ديالو مشكوك فيها تيتجمد ليه العضويه. اللي كان حكم نهائي تيزيد في حاله وتيخرج من الحزب. ولكن فوجئتو في الوقيته اللي حنا بالحماس ديالنا والحماس تاع المناضلين اللي كانوا حاضرين بكثافه في المؤتمر باش درنا خطوه جديده في التصالح ما بين الشباب والاحزاب السياسيه، بعد الناس وبعد الاعلاميين قلال بزاف الحمد لله كانوا تيتهمونا في واحد القضيه اللي الجميع تيعرفها، علاش ما خديناش اجراءات في الوقيته اللي ما كان عندنا حتى معلومه ولو واحد فينا. وماشي هكاك، عشنا هكا صدمه انسانيه، صدمه سياسيه. واحد المجموعه فينا قلنا هادشي راه ما بقى فيه ما يتلم نزيدو فحالنا، ولكن قلنا لا، كل ازمه تيعيشها البام وتيخرج بحلول وقوي اكثر. تتوصل امامنا واحد الملف اللي تيشكك. انا ما تنقول شي واحد نصاب، انا ما تنقول شي واحد سميتو ابدا. تنتوصل بمجموعات الشكايات اللي تتشكك في الذمه الاخلاقيه، وواحد المجموعه تاع الوثائق اللي غدا الى تفرقعات غايقول لك ها القياده الجماعيه ها هما كلهم باينين كلهم بحال. فلذلك دوري انا كمنسقه وحنا كقياده وبالتشاور ديال واحد المجموعه الاخوان داخل الحزب، شنو هو دورنا؟ ومن المفروض علينا خبرنا المكتب السياسي فقط، ما خديناش القرار، والمكتب السياسي بالاجماع قرر التجميد والاحاله على الهيئه المختصه. وهاد مصمم اللي ميدالي عايشين سنين هذا ضربوا البام اللي جا في الباماجين ضربوه، اللي جا في الباماجين ضربوه. داك النهار تينتقدوا واليوم تينتقدوا، هذا هو طلع داك الكرموس هبط. شكون اللي قالها لك؟ ما كانش الشفافيه مشكل، صبحات الشفافيه مشكل، لكن حنا ما تنتبعوش هذا الكلام. حنا تنتبعوا حاجه وحده وصلنا بها سيدنا، الجديه والضمير مرتاح. فلذلك باش نجاوبك على سؤالك، كانت عندنا الجرأة أي شكاية مبنية على حق، أي حاجة اللي تتشكك في شي ديما الأخلاق ديال واحد المناضلة ولا واحد المناضل، واتصلت بها وحاولت نفهم اش واقع وتصنت للشخص المعني وما قنعنيش، غادي نحيلها على المكتب السياسي وللمكتب السياسي الصلاحيه باش يحسم في الموضوع وللجنات الاخلاقيات باش تدرس الملف بوان على لين. وين كيبان لي لا هي واحد الرقم عافاك الله يخليك، مشيت اكتشفتو هي البارح، تنقلب. حنا البام عنده 343 رئيس جماعه، رئيس ورئيسه جماعه 343 اللي هو تقريبا الثلث ديال الجماعات. شحال اللي عزلتهم وزارات الداخلية؟ أربعة من أصل 343 من بعد 3 سنين تاع الممارسة. واش دابا واحد الأسرة فيها 20 واحد خرج واحد مفلس، واش ديك الأسرة كلها مفلسة؟ هذاك مفلس يمشي يتحمل مسؤوليته.
وبركه من التعميم من الاشياء اللي خلقوا الازمه الثقه والاتهامات، اتهامات دائمه 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 وتعميم اتهامات. شكرا.